ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ يوسف إجحا وهو عضو حراك المعلمين. أستاذ يوسف صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير إليك ولكافة مستمعينا ومشاهدينا. تحياتي لك، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ يوسف. وفي اجتماع الحكومة بالأمس، يعني كما كان متوقع دعني أقول، رئيس الوزراء قال أن إضراب المعلمين خرج عن النطاق أو نطاق العمل النقابي، وبأنه بما معناه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية وفقا للقانون ووفقا للرسائل التي تم إرسالها للمعلمين المستنكفين عن العمل. في البداية، يعني ماذا يعني لكم هذا الأمر؟ يسعد صباحك مرة أخرى. يعني كما تحدثت، هو ليس بشيء جديد، وكان متوقع أن يخرج رئيس الوزراء بالتأكيد والإصرار على هذه الإجراءات التعسفية للأسف والغير مسؤولة والغير أخلاقية والغير وطنية أيضا. يعني اسمح لي، هم استخدموا في الإشعار الذي أشرت له سابقا القضاء الفلسطيني ليكون تحت تنفيذ أو تحت رغبة السلطة التنفيذية، وهذا كان أول استراد تحدثنا عنه في المرات السابقة، بالإضافة إلى ما استخدموه من الجوامع وما إلى ذلك وما المجالس المحلية. وأيضا تم استخدام ما للأسف الغطاء التنظيمي واسم حركة فتح أثناء تجول الأخ أبو رامي باسم اللجنة المركزية بأنها ستكون أيضا حامية وحاضنة لهذه الإجراءات التي ستخرج عن الوزارة والتي تمس لقمة العيش. هذا شيء للأسف خطير جدا يعني. ويمكن أنه تحدث عنه الحقوقيين والقانونيين عندما تم تشكيل القضاء الفلسطيني بقرار مرسوم بقرار أن هذا القضاء من شأنه أن يقودنا إلى التحكم به وإلى انسياقه للسلطة التنفيذية أو إلى مصالح بعيدة عن مصالح الناس وعن مصالح الحقوقيين. وللأسف نحن اليوم كمعلمين نتعرض لاستغلال السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية وتشريع الخروج عن القوانين الأساسية التي كفلت حق المعلم بالحصول على راتبه كامل في الأسبوع الأول وعلى علاوة الغلاء المعيشي التي أيضا وردت وحفظها القانون، إلى الانجرار إلى أننا لسنا مضربين لهذه الحقوق وأننا مستنكفين. للأسف أيضا ادعى بأننا 70 يوم تجاوزنا حدود العمل النقابي ولم ينظروا أنهم سلبوا الراتب لأكثر من 18 شهر وسلبوا الغلاء المعيشي لأكثر من 10 سنوات وتنصلوا عن الإفاء بكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي مست وتمس صمودنا الوطني. لم يتجاوزوا بكل هذا الكلام وهذه التجاوزات الحدود المسؤولية الأخلاقية والوطنية. لذلك يعني لابد من التأكيد بأننا كمعلمين نرفض هذه الإجراءات التعسفية ونؤكد أنها غير قانونية، رغم احترامنا للقضاء الفلسطيني كقضاء واحترامنا لقراراته، لكن هذه القرارات للأسف هي كانت مساقة لصالح السلطة التنفيذية على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأبناء شعبنا، لأنها مست يعني منعت مسلوبين حقوق بما فيهم المعلمين من المطالبة بأدنى حقوقهم التي سلبت منهم لأكثر من 18 شهر، ونتحدث عن حق لقمة العيش، والتي أيضا هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس سلبا على العملية التعليمية برمتها وبكل مكوناتها ما بين المعلمين وما بين المعلمين. بس الحكومة تقول، يعني أستاذ يوسف، الأمر يتكرر بالتصريحات سواء من قبل رئيس الوزراء أو من قبل وزارة التربية بأن هناك الآلاف عادوا من المعلمين وبقي آخرون. يعني الحكومة ترى اليوم أن نسبة الدوام والانتظام في العملية التعليمية 70% هي النسبة الأكبر، تالي هي تنظر إلى من هم كما تسميهم مستنكفين عن العمل، هم أقلية، وهذه الرؤية ربما يعني مختلفة بالنسبة للحراك وما يحدث على أرض الواقع. نعم، الأرقام جميع يعلم أنها غير صحيحة، وشارع المدارس وواقع المدارس وانتظام العملية التعليمية هو خير دليل على عدم صحة هذا الكلام. ما زالت حتى اليوم الشوارع فارغة من الطلبة، والمدارس أيضا لا حتى الآن لا ينتظم فيها التعليم بشكل كامل. ومن الغريب والمستهجن أن تتفاخر الحكومة بعودة
عدد أو آلاف من المعلمين دون أن تتناسى أن سياسة للأسف الإجراءات التعسفية وسياسة التخوين والاتهام بأنهم خرجوا عن حدود العمل النقابي وأنهم مسيسين وأن لهم أجندات خارجية واستغلال كما أشرت لك السلطة القضائية والتنظيم وحركة فتح والأحزاب والمؤسسات للأسف يعني كل هذا الذي من شأنه أن يمس مصالح الناس الأساسية وقوتها ويهدد بقائها ووجودها في الوظيفة تتناسى كل هذه الإجراءات وتتفاخر بأن هذه الإجراءات أعادت المعلمين. من الأكبر كان الحكومة أن تتفاخر بعودة المعلمين نتيجة الالتزام والإيفاء بحقوقهم والإيفاء بلقمة عيشهم. للأسف يعني حتى الآن كما أشرت يدعون بأنهم استوفوا كل واجباتهم وكل حقوقهم، وللأسف لا يوجد أي شيء رسمي أو علني واضح لنا ولا لكافة شرائح شعبنا ما هي الحقوق التي التزمت بها الحكومة. للأسف الحكومة لم تلتزم حتى بجدولة زمنية لاتفاقية العام الماضي جديدة. هي تقول أنه تم التجاوب مع كل المبادرات اللي قدمت للحكومة من المجتمع المدني، ونتيجة هذا التجاوب عاد آلاف المعلمين. للأسف أيضا هذا الدعاء باطل. هي استنكفت عن كل ليس المعلمين من استنكفوا، هي التي استنكفت عن التعامل مع كل المبادرات، وهذا كان واضح عندما سحب الأستاذ أو الأخ بسام ذكرني بمبادرته نتيجة عدم التزام الحكومة، وانسحاب أيضا مبادرة الأخ فتحي خازن نتيجة عدم تجاوب الحكومة. وحتى لم النداء الذي أطلقه فتحي خازن وتجاوب معه الحراك والمعلمين، خرج رئيس الوزراء في اليوم الثاني مباشرة ولم يشر حتى إلى هذا النداء أو يوجه شكر إلى هذا النداء النابع عن الحرص للوطن وللعملية التعليمية. للأسف جميع المبادرات بما فيها أيضا مبادرة العام الماضي، اتفاق العام الماضي هو كان نتيجة مبادرة قدمت من المؤسسات ومن القوى الوطنية وتنصل عنها وما زال حتى اليوم يتنصل. للأسف يعني الحكومة من استنكفت عن الالتزام بالاتفاق، الحكومة من استنكفت عن الإيفاء بالحقوق، الحكومة أيضا هي من استنكفت عن التجاوب بكل المبادرات، وأيضا استنكفت حاولنا كثيرا التواصل والحوار مباشرة مع مجلس الوزراء ومع الحكومة، للأسف رفضت وأبت إلا أن تواصل الحوار من خلال الوسطاء ومن خلال الاتحاد، ولا تريد الاعتراف أو الحديث أو الجلوس مع المعلمين المدربين بشكل كامل. استنكفت عن كل هذه الأمور الأساسية وعن كل هذه الحقوق، وتدعي اليوم بإعلانها يوم أمس بأن المعلمين هم المستنكفين. للأسف هذا غير صحيح. يعني الآن دفهم من ذلك أستاذ يوسف أن الأمور تذهب نحو التأزيم وليس نحو الحل. ما هي الإجراءات التي تتوقعونها بناء على ما تحدث به رئيس الوزراء بالأمس من تطبيق للقانون؟ نعم، يعني كما تعلمين يمكن أشار الكثير من الصحفيين أن القرار القضائي حينما يصدر الكل يدعو إلى الالتزام به بغض النظر عن هذا القرار اذا كان خرج بشكل سلبي او تجاوز الاصول المهنيه والقانونيه في خروج هذا القرار. ولكن للاسف يعني نحن هنا ونناشد عبر اذاعتكم اذاعه وطن باننا حتى هذه اللحظه للاسف موقف المؤسسات الحقوقيه وموقف الحقوقيين والنقابيين اتجاه كل هذه الاعلانات والإجراءات الغير قانونية والتعسفية من الحكومة لم نشاهد حتى الآن تصريح يرتقي لمستوى هذا التهديد الذي من شأنه أن يأخذ المعلمين إلى الفصل وإلى التقاعد الكسري وإلى كل العقوبات. كنا نأمل من هذه المؤسسات التي أشارت سابقا إلى استغلال القانون والقضاء الفلسطيني بأن تشكل اليوم دائرة قانونية، لجنة قانونية تحمي المعلمين المضربين من هذه الإجراءات. حتى الآن صمت هذه المؤسسات رهيب غير مفهوم. لا نعلم يعني لا نريد أن نسيء لهذه المؤسسات، ولكن مطلوب منها كونها هي تحمل هذا الإطار الحقوقي والقانوني للحفاظ على حقوق الناس أن تتصدر اليوم بموقف تضع حد لهذه الإجراءات بكل إمكانياتها إن كان على الصعيد الفلسطيني أو الداخلي أو حتى الصعيد المجتمعي والدولي. للأسف اليوم هذه المؤسسات وكافة شرائح شعبنا يتركون المجال لهذه الحكومة للمساس بأرقام وأرزاق لقمة عيش الناس. الهدف منها ليس المعلمين، الهدف منها هو كبح
جماح أي إنسان في هذا المجتمع يطالب بحقوقه، وهذا خطير جدا. بدأت هذا المساس بالحقوق عندما وضع لنا الحواجز، عندما منعنا من الاعتصام وإعلاء صوتنا بالمطالبة بالحق، واليوم أيضا يريدون كبح جماح هذا الحراك وهذا العمل النقابي المطلبي الذي ما زال واضحا حتى الآن، بأن الحكومة ما زالت تسلم أدنى حق وهو حق الراتب، الحصول على راتب كامل وعلى علاوات الغلاء المعيشة التي سلمت وغيرها من الانتظامات. طب أستاذ، يعني الوضع خطير جدا للأسف، ويجب أن يكون هناك وقفة أيضا جماهيرية، ويمكن أن يعود المعلمين، ولكن مهم أن يعلم كافة أبناء شعبنا، حتى لو عاد كل المعلمين هذا لن يحل هذه الأزمة وسيعيدها بالأشهر القادمة. وهذا ما كان يعني بمعنى حتى لو عاد المعلمون إلى الدوام قد يعني يعودون للإجراءات النقابية والاحتجاجات بعد أشهر كما ذكرت، يعني إنه لأنه الأمور لم تحل. نعم، هذه حتمية يعني نقابية، يعني حقية قانونية، في ظل استمرار قطع الراتب وفي ظل استقرار الحكومة لخطة اقتصادية تعزز سمو الناس وسلب هذه الحقوق بما فيها الحقوق المالية والتشريعية والنقابية، ستعود في الأيام وفي الأشهر القريبة ولن تكون بعيدة. ولكن للأسف يبدو أن الهدف الأساسي اليوم للحكومة هي فقط حل مؤقت لهذه الأزمة. يعني هل نفهم أستاذ يوسف أنه بعد العيد سيكون هناك عودة أكبر للمعلمين؟ لأنني أقرأ من بعض التعليقات، البعض يقول عدنا خوفا ويأسا على لقمة عيشنا، فهل سيعود العدد الأكبر برأيك من المعلمين كما ذكر في أحد التعليقات، يأسا وخوفا؟ نعم صحيح، يعني وأنا أشرت في حديثي لا أن الحكومة استخدمت كل إمكانياتها للأسف بشكل سلبي تجاه المساس بحقوق الناس ومستقبلهم، هددت بالفصل، مست رواتبهم وخصمت ما يزيد عن 1000 شيكل، وما زالت هذه الخصومات حتى الآن مستمرة، ومن شأنها أن يتم أيضا حجز للرواتب. لا يعني تراجع المعلمين أو عودتهم هو انتصار، بل على العكس هو تأكيد على ظلم هذه المنظومة وعلى سياساتها التعسفية والمجحفة بحق حقوق الناس. تمام. لا نلوم زملائنا الذين عادوا، ولكن أيضا هل إجراءات الحراك مستمرة؟ نعم، سيبقى هناك معلمين مستمرين، ستبقى المطالب قائمة، لن نعود وننهي هذا الإضراب وهذه الأزمة بأننا عدنا منكسرون أو عدنا دون أي شيء، بل على العكس، يعني العودة ستكون بإطار التجميد إن عادوا المعلمين، وستعود في الأشهر القادمة للأسف إلى التجدد من جديد، وهذا ما لا نريده، لا نحن ولا أولياء الأمور ولا الطلبة للأسف. يعني أشكرك أستاذ يوسف إجها، عضو حراك المعلمين الموحد، تحياتي لك وشكرا جزيلا.